السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنشاهد فيه أغرب السرقات التي وقعت في المساجد. نعم، سرقات غريبة وعجيبة من ناس لا يخافون الله، لا يخافون من أي شيء. ستستغربون كثيرا كيف فكر هؤلاء الأشخاص في سرقة أماكن العبادة، هذه الأماكن المقدسة. صراحة فعل إجرام كبير، كيف سولت لهؤلاء الأشخاص نفسهم أن ينتهكوا حرمة المساجد. نريد منكم طلبا صغيرا، إذا تفضلتم أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على إعجاب لهذا الفيديو ليراه الكثير من الناس. في هذا المقطع الأول نشاهد هذا الشاب دخل إلى المسجد فرأى هاتفا قد وضعه صاحبه بالقرب منه حتى ينتهي من الصلاة. الآن يتظاهر بأنه يريد أن يصلي، وفي لحظة سجود المصلين يأخذ الهاتف ويخرج من المسجد. في هذا المقطع الثاني نشاهد هذا الشخص دخل إلى المسجد عندما بدأت الصلاة، والآن يتظاهر بأنه يلبس جواربه. الإخوان، هذا الشفار اللي كيعرفوا يبارطاجيه معنا باش نحصلوه، راه كيسرق بيت الله. كان هذا صوت أحد المسؤولين عن المسجد، كما لاحظتم أخذ حذاء واختبأ في تلك الزاوية. لماذا اختبأ؟ لكي لا يتعرف عليه أحد الناس الذين يدخلون إلى المسجد، ينتظر الفرصة المناسبة لكي يخرج من المسجد. الآن وضع الحذاء الذي سرق تحت ملابسه، وفي هذه اللحظة يخرج من المسجد دون أن يصلي. هو من طبيعة الحال دخل إلى المسجد من أجل السرقة فقط وليس من أجل الصلاة، وفي هذه اللحظة نشاهده بأنه خرج من المسجد. في هذا المقطع بينما كانت النساء تصلي دخل هذا الشخص من أجل سرقة حقيبة، بدأ يفحص تلك الحقيبة ليرى ما بداخلها. المرأة رأت حقيبتها أنها تحركت وستجرها عندها، وينتظر هو لحظة السجود لكي يفحص الحقيبة الثانية ويرى ما بداخلها، إذا كان هناك شيء مهم يأخذه أو يسرق الحقيبة كلها. في هذا المقطع نشاهد هذا الشخص دخل إلى المسجد فوجده فارغا، لا يوجد أي أحد، فبدأ يفحص في الباب هل هو مفتوح. وجده مفتوح فدخل ليرى ماذا يمكنه أن يسرق. بعد ذلك سنشاهده يخرج كيس، كما نشاهد أخرج كيس ربما فيه كتب أو مصاحف، حتى المصاحف يسرقونها من المساجد. أنا رأيت فيديو لشخص يسرق المصاحف من المسجد. كما نشاهد رجع المرة الثانية وأخذ الكيس الآخر، ورجع للمرة الثالثة وأخذ الأكياس الأخرى، ويظهر على أن تلك الأكياس بها كتب أو مصاحف كما نلاحظ. هذا الشخص جاء لهذا المسجد عندما بدأت الصلاة، كما نلاحظ الأحذية موضوعة أمام المسجد، الناس تصلي داخل المسجد، لكن هذا الشخص لم يأتي من أجل الصلاة بل أتى لكي يسرق حذاء. كما نلاحظ في هذه اللحظة يتظاهر بأنه يريد الدخول إلى المسجد، لكنه يختار الحذاء المناسب الذي سيأخذ. هو الآن ينتعل نعل، ماذا سيفعل؟ سيضع النعل الذي أتى به وسيأخذ نعل آخر ثم يذهب به من هذا المكان. في هذا المقطع سنشاهد أمر غريب جدا، لا نقول بأنها سرقة لأن من قام بهذا الأمر هو طفل صغير. كما نشاهد الناس تصلي داخل هذا المسجد، ونلاحظ هذا الطفل الصغير يتوجه نحو المصلين، وكان هناك رجل يستعمل كرسي في الصلاة، فذهب الطفل وأخذ ذلك الكرسي أثناء وقوف ذلك المصلي، وعند الركوع يركع الرجل بشكل عادي، لكن
في لحظة السجود الرجل يريد أن يجلس على الكرسي لكن لا يوجد الكرسي فيسقط الرجل بهذه الطريقة. حاول ذلك الطفل أن يرجع الكرسي إلى مكانه لكن الطفل الصغير متمسك بذلك الكرسي كأنه يريده أو كأنه فعلا يريد أن يسرقه. في هذا المقطع نشاهد هذا الشخص دخل إلى المسجد أثناء صلاة الظهر. المفروض أنه بعدما دخل يذهب ويصلي مع الناس لأن هذا وقت الصلاة والناس تصلي، لكن هو نيته لم تكن الصلاة. لاحظوا الآن ينظر إلى الأحذية بهذه الطريقة، لاحظوا نظراته، يتظاهر بأنه يرتب ملابسه. هذا وقت الصلاة، الناس تدخل في هذه اللحظات، تفتح الباب وتدخل لكي تصلي، لكن هو لم يأتي من أجل هذا الغرض بل كان غرضه شيئا آخر. نلاحظ بأنه ذهب إلى ذلك المكان الذي توجد به الأحذية، ذلك المكان هو الذي سيسرق منه حذاء. ونلاحظ الناس تدخل في هذه اللحظات إلى المسجد لكي تصلي وهو جالس في تلك الزاوية. في هذه اللحظة يذهب إلى مكان آخر لينظر هل هناك حذاء أفضل، لكنه لم يجد أحسن من ذلك الحذاء الموجود في ذلك المكان، وفي هذه اللحظة يأخذه كما نشاهد ويذهب في اتجاه الباب لكي يخرج من المسجد. نلاحظ هناك شخص يصلي على كرسي والآن يضع الحذاء الذي سرق داخل ملابسه بهذه الطريقة، لاحظوا كيف يفعل. اختبأ في تلك الزاوية وأخفى الحذاء الذي سرق تحت ملابسه وفي هذه اللحظة يخرج من المسجد. هذا الرجل بعدما توضأ ويريد أن يدخل لمكان الصلاة لكي يصلي، في هذه اللحظة يأخذ حذاء ويخفيه في ملابسه بهذه الطريقة كما شاهدنا. كيف سولت لهؤلاء الأشخاص نفسهم أن يقوموا بهذه الأعمال؟ هذا الشخص أيضا دخل إلى المسجد وسيقوم بسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد وسيخرج كما نشاهد، سيأخذ كيس من ذلك المكان والكيس الثاني من المكان الآخر وسيخرج بسرعة من المسجد. يجب على الناس أن ينتبهوا عند باب المسجد أثناء الدخول، قد تكون هناك عصابات مثل هذه العصابة، شخص يقف في الباب بعد اختيار الضحية ثم يأتي الأشخاص الآخرون من ورائه فيقومون بسرقة ما يوجد في جيبه. العصابة مكونة من 3 أشخاص يختارون الضحية ويقومون بهذه الطريقة من أجل السرقة، وكما سنشاهد الآن تمت عملية السرقة وقد سرقوا ما بجيب ذلك الرجل الذي دخل إلى المسجد. سرقة المساجد هي جريمة كبيرة جدا. نلاحظ في هذا المقطع هذين الشخصين جاء لكي يسرق هذا المسجد، الآن يحاولان فتح باب المسجد، واحد يفتح الباب والثاني يراقب. وتمكنوا في هذه اللحظة من فتح باب المسجد والدخول، وهذه الكاميرا تسجل من داخل المسجد. هم يعرفون أن الكاميرا موجودة لذلك يخفون وجوههم. بعد دخولهم ذهبوا إلى صندوق التبرعات لكي يفحصوه ويفكروا في طريقة لفتحه، هم يظنون بأنه يحتوي على أموال كثيرة. الآن ماذا يفعل هذا الشخص؟ يبحث عن تسجيل الكاميرا، يعني القرص الذي تسجل فيه الكاميرا. وجدوا باب صغير هناك فظنوا أن القرص موجود بداخله، هم يريدون فتح ذلك الباب وأخذ القرص معهم
لكي لا يتم تسجيلهم أو التعرف عليهم أو تسجيل هذه السارقة. لكن لسوء حظهم بعد فتح ذلك الباب الصغير لم يجدوا أي شيء، فقرروا إكمال عملهم الذي جاءوا من أجله. الغريب في هذه السرقة أنهما قد خلعا أحذيتهما، يعني أنهم احترموا أفرشة المسجد، وكذلك الغريب أنهم وجدوا مبلغا قليلا في ذلك الصندوق. بعد أخذهما لذلك المبلغ يخرجان من المسجد. وهنا إخوتي أخواتي يكون قد انتهى هذا الفيديو. نلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.